واحنا بنتعب، مش احنا لوحدينا بصراحه. يعني بشكر المكتب، بشكر جمهور اسف اللي موجود معانا في كل مكان، ولكن فرق معانا النهارده عدم وجود جمهور الرجاء. بكل امانه فرق معانا الطرد، ولكن كنا الحمد لله عند حسن الظن وقدرنا الحمد لله ناخد 3 نقاط في مشوارنا. الحمد لله شفنا اليوم فريق اسفي، يعني دار واحد المقابله اللي في المستوى، شكون درتوا هذه الحاله المقابله هذه جميع المقابلات؟ تقدروا تكونوا انتم المتصدرين للبطوله او الحائزين على لقب البطوله؟ لا مش كده قوي، بس هو التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى محالفنا. يعني احنا زي ما قلت لك كلنا بنتعب، ما فيش حد ما بيتعبش، ويعني دايما لما بيكون الناس بتساندك بشكل كبير جدا واللعبة بتجتهد فالتوفيق هيحالفك. فاحنا الحمد لله والشكر لله تعبنا من اول ما جينا بكل امانه، يعني ما استريحناش. وانا قلت للعيبه اول ما جيت قلت لهم كل الدوري البطوله فاضل لها 10 مباريات وانا فاضل لي 8 مباريات، مش هستنى لاخر مباراتين عشان اقعد في البطوله، لان البطوله صعبه لما بتوصل للاخر الامور بتبقى مختلفه معاك شويه. فالحمد لله اكيد قبل المقابله بس مدرسه الفريق الرجاء اللي هي نقطه ضعف من اللي لعب سعودي. لا ما فيش، انت الرجاء نادي كبير وما فيش نقط ضعف ولا حاجه، بالعكس ده فريق كله محترم. ولكن عايز اقول عندهم كان ناقص عدد النهارده في محسن متولي، انا بشوفه من افضل اللعيبه اللي موجودين في البطوله كامكانيات وكروح وككواليتي مختلف بشكل كبير جدا. بصراحه انا بشوف ان هو فرق مع فرقه الرجاء وفرق كمان معانا عدم وجوده بكل امانه. ولكن بشكر اللاعبين كتير جدا، مش بس المباراه ديت، كل المباريات من اول ما جيت هم بيتعبوا معايا بصراحه، ويستحقوا الحمد لله الاشاده. الحمد لله والشكر. كان لكم تصريح مسبق قلتوا على انكم يعني غادي تجوا مدينه الدار البيضاء من اجل الانتصار؟ طبعا انا دايما الحمد لله يعني بلعب برا ملعبي وجوه ملعبي، بلعب على المكسب دايما، ما يعني ما بلعبش على التعادل عشان لعبت على التعادل هخسر. ولكن انت الحمد لله الظروف اللي احنا كنا جينا فيها كانت صعبه جدا جدا جدا، ولكن زي ما بقول لك توفيق ربنا، لان احنا تعبنا كتير جدا 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 الحمد لله. رساله للجمهور ديال اولمبيك اسفي، فريق كبير ولكن مؤخرا تخبط في عده مشاكل. اكيد، بس انا بصراحه من ساعه ما جيت الحمد لله ما فيش مشاكل قابلتني، فبشكر المكتب على كده. بتمنى الاستمراريه في كده، لان زي ما بقول لك البطوله المغربيه بطوله قويه وبطوله ما تعرفش مين هيكسب مين، الاول بيكسب الاخير، فدي قوه البطوله. ولكن احنا كاسفي الحمد لله عندنا اهداف وعندنا طموح دايما، انا كمدرب عندي طموح دايما بطلع السلمه ما بنزلهاش، فدايما الحمد لله والشكر لله. بتتعب والتوفيق في الاول والاخر هو بتاع ربنا سبحانه وتعالى. شكرا.